أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أزور سيدي ومولاي معتمدي ورجائي ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي الإمام الحسين شهيد كربلاء زيارة مني ونيابة عن والداي ووالد والداي وإخوتي وإخواني والمؤمنين والمؤمنات وعن الإمام المهدي المنتظر القائم طاعة قربة إلى الله تعالى. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله. أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمنون وبإيابكم موقنون بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى جسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم بأبي
أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض، فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك مولاي يا أبا عبد الله. قصدت حرمك وأتيت إلى مشهديك، أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لدي أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. زيارة الإمام الحسين يوم النصف من شعبان. الحمد لله العلي العظيم، والسلام عليك أيها العبد الصالح الزكي، أودعك شهادة مني لك تقربني إليك في يوم شفاعتك. أشهد أنك قتلت ولم تموت، بل برجاء حياتك حيت قلوب شيعتك، وبضياء نورك اهتدى الطالبون إليك. وأشهد أنك نور الله الذي لم يطفأ ولا يطفأ أبدا، وأنك وجه الله الذي لم يهلك ولا يهلك أبدا. وأشهد أن هذه التربة تربتك، وهذا الحرم حرمك، وهذا المصرع مصرع بدنك. لا ذليل والله معزك، ولا مغلوب والله ناصرك. هذه شهادة لي عندك إلى يوم قبض روحي بحضرتك. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.